ويلكم باك تو ايربورت سي او، مدير المطار السلسلة الجديدة. كان عندي مشكلة في المحل، الحين ما كان شي ثاني، عندي محل هني بسوي شي ثاني، شكله بسوي المحل هني. الصبر، اول شي عندنا مصيبة، نحن طيارات خلنا ندور كونتراكت، قبل لا نضيع وقت وبعدين تضيع عليه طيارات. ابى طيارات خفيفة، مو بميديوم، لا تكلمني، ما ابى ميديوم، ما ابى، اسمول. بعد في ميديوم ابى اسمول، بعد في ميديوم سمول، السمول مكتوب اكثرها ميديوم. انزين، انا ما ابى تشيب، خلنا نشوف تشيب 7 بلس. بعبي ال بعبي ال ال بعد في ميديم وايد، خلنا نعبي. حرام عندي مساحة وما قاعد استفيد منها، خلكم ما مثلا مستفيد منها، بس عندني مساحة هني، انا عندي مساحة صراحة حرام بستفيد منها. شو الفايدة من هذا كله اذا عسي مبيعات؟ يعني وكل موضوع مبيعات، ما علي طيارتين اظني بيصلون مش في نفس الوقت 100%، بس بيكون اوكي. ما عندي طبعا، بس تقبل طيارة، بس توي خبصة شوي هني تراها، بس مش مشكلة عادي، راضي يعني بالخبصة، بس النهاية ما يتمون فاضي، ما بيتم فاضي صراحة، خلي الزحمة تتم على المطار شغالة. مشكلة المحلات، انا عندي محل هني، فبدل ما وما اقدر اجيب مبيعاته هني، جربت، فابا شيء مبيعاته قليلة، مش محتاج وايد مبيعات. يعني شوف هذا 2900 سيلز فور كومبريشن، لا ما ابا، ابا شيء اقل، محل صغير. هذا 6000 ما يعني مبيعات ضخمة، ياس يطلبون مني. ها ترنر، لحظة، ها 750 سيلز، 750 سيلز في 3 ايام. اتمنى اني اقدر اجيبه، واتمنى ما احسب اليوم يوم. اوه الزحمة، شوفوها ولا والله، بس من وين يطلعون؟ ها اوكي، يقدرون يطلعون من الوسط، مسافة طيبة. شوف السكيورتي شغال، ما حد يجي هذا، ما حد يجي في الوسط. ليش متزاحمين على 2 وما حد يجي في الوسط؟ عجيب، انا حاط انهم يستقبلوا الناس، يعني مش انهم ما يستقبلوا الناس. عندهم غرفة تقولون يريحون اصلا، غرفتهم حلوة والله. زين، وين سايرين؟ اي طيران؟ اوكي، هني الخبصة، هني وقت الامتحان، يكرم المرء او يهان. بشوف يقدرون، انا شو وضع المادي، مش جيد الصراحة حاليا، ابدا ابدا. اللي اذا يوني طيير وايد، مشكلة عندي، محتاجة الحين حق هاي الكلهم. هذا شو سوى مبيعات؟ سؤال، سوى 32 بس، انا حاطنه بالضبط بعد السكيورتي تشيك بوينت بالضبط، اساس الداخل والطالع، لا مش الداخل والطالع، اللي داخل يشتري وما حد يشتري من عندهم. شوف الزحمة اللي مسوينها عليهم، بس اظني تصميمه غلط. ابغى اسوي دار هني من تحت، صبر خلنا نوقف اللعبة. اذا سويت دار من هني، زين، لين هني، افرضوا انا بمشيهم غصب في المحل، اوكي، بحاول اساس نزيد مبيعات المحل، يمكن ينفع الموضوع. خلنا نشوف الحين، الناس تي ما
ما تشتري ونحن محتاجين مبيعات، ف خلنا نجرب اجبرهم ان شاء الله ما يسوي زحمه ويصطك الشارع، ابنه هذا ابنه هذا عن الاستقبال ابنه هذا. شوفوا الحين بنشوف المبيعات، الناس بتشتري اكثر ولا يا الله الزحمه. نشوف، انا احس ان مبيعاتها المفروض تزيد لان خلاص الناس موجهين وين ما يصيرون بيدخلون على المحل اجباري. ليش بنت؟ ليش بنت؟ يبند يا من المطار يبند. اوكي 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 تحسب تروح زعل ما حد يشتري. ول شوفوا العالم التي من هني تدخل الحمام هذا ويردون يروحون المطار، هل انه ما في حمام هني مثلا؟ زين عال خلوني اشيل هذا مكانه واحطي حمام هني، ولا احطي حمام هني؟ لا حمام، اذا حطيت حمام هني خلاص لان عندهم حمام هني، عندهم حمام هني في المطار. خلنا نشوف صديقنا، والله ما اعرف اذا بيسوي فرق الصراحه، سمعني المطار في هالحجم مفروض انه يسوي شويه مبيعات، ولا يمكن انا طالب منه بزياده شوي. خلنا نشوف، يمكن يكون منه فايده يمكن ما يكون منه فايده. يمكن تو شيلفز اوكي اتليست على الاقل عنده 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 سمنج توتال اور اللي رنت فيه ايربورت ورسيف 2% اوف ايتش باسنجر سيل. هو ما يبيع انا اجيب فايده، بس هو اذا ما يبيع يسكر. انا ما حصلت الحل المثالي يمكن للدكان، ما اعرف ما اعرف. قلت بفتح مطعم بعد، بس المطعم لازم يكون هني. شوف المطعم، خلنا نفتح مطعم، خلنا نفتح مطعم. لحظة بفتح كافيه، بجبرهم مش بجبرهم، ايوه بجبرهم، مش بجبرهم، بجبرهم كل حد يطلع من المكان هذا. زين ابا شو يفتح كافيه؟ ليش ما في ابو كوفي شوب؟ انا انسان ابو كوفي شوب، ما بسلفيات لحين، ما اشوف كيمياء غير سلفيات. بس اوكي راح الطيارة حلو انلوكت. زين فود فرانشايز، لحظة لا يكون في زون حق الفود، هي في زون غير حق الفود. طلع في زون مختلف حق الفود، انا ابغى اجيبهم غصب المطعم تي مال غصب غصب. اوكي شو يبون؟ ثلاجة كاونتر، ثلاجة كاونتر. زين بشوف يمكن الكوفي شوب يكون احسن مني الوضع اللي انا فيه. شوفوا زين، ويبون كافيه كاونتر. الطريقة هاي بيكون في ناس بتوقف قدامه، حلو حطي له نبتة وبيدخل من هني. ونبع ميديم شلفس، مرة ما حطي شلفس. اوكي انترستنج، ابا تشيرز
بس تشيرز من غير احس ما يمشي الوضع من غير طاولات. وين الطاولة؟ المفروض يكون في طاولة، ليش ما يعطوني ميزة الطاولة؟ سؤال. ما اعرف شو هذا الفود ايتم، بس بلاك زعلان. بيرسون كانت اقول لك شو فاضي لك الحين. المشكلة ما عندي طاولات، تخيلوا ما في طاولات. في طاولة ابي احط لهم طاولة. انترستنج، ما في ابجريد حق فرنتشر. ما عليه، خلو ساين كونتراكت ونشوف الاكل كم. برجر كم يبا؟ 1500 سيلز. باخذ، احاول اخذ اقل واحد اساس اني ما توهق. صراحة ما بتوهق، هاي يبا 950 سيلز على الاقل، كذا يبا على الاقل ثلاجة يمكن مبيعاتها. هذا كيف وضعه؟ contract not completed still. الحين بيفتح بنشوف، مش قادرين اني بال contract صحيح، بس جالس احاول احط لي كل شيء في مكان استراتيجي. احط كل شيء في مكان استراتيجي. اوكي اها، المطعم كم يمشي؟ لحظة، هل الكراسي هم السر ولا شو؟ كراسي بحط لهم كراسي هنا زبالة. ادري بهم مسخين، ما عليكم. يلا اسمي كيف مسي بطيء. الناس قامت تشتري هني؟ لا، بس الكافيه اسمي وسخون. بس والله اشوف الكوفي شوب الصراحة ماشي، يعني اتوقع اذا تم. وين جنترز مالي؟ ليش ما نطفون؟ وينهم؟ اوكي شكرا، ما بغيتوا تنظفون المكان. انزين المطعم، خلونا دام انه مطعم نسوي له فلور نفس هذا، شكله بيكون حلو. شوفوا هذا مطعم، اثنين قاعدين مع بعض، ثلاثة قاعدين مع بعض. خلنا نحط، بتشوف هالكراسي بتسوي فرق في المبيعات هني. ان اذا الكراسي تسوي فرق والديكور يسوي فرق، بنحط لهم شغلات، يعني مش قضية. ليش هذا ما نحط له صوفة؟ نحط لهم زبالة، ادري وسخين. لما تكررون ايتمز نحط لهم الزهرة ولا الوردة الصغيرة هاي. سمول بلانت هني الزبالة هني وراهم. انا اشوف هلا شي راح يزيد المبيعات ينقص المبيعات. هلا زاد مبيعاته، والله ما ادري اذا زاد مبيعاته ولا ما زاد الصراحة ديكور. بس شو يوسخون صراحة؟ عالم وسخة يابا. اللعبة شوي ثقيلة، قامت عندي شوي تسوي ضربة شوي وايد، قامت تثقل الصراحة. بس لا ما شاء الله طيارات شغالة. نحن مش انه ما دخل فلوس، بس انتم شو اسمه نبني، وزحمة المطار قاعد تزيد، فقاعد نزيد انتاجية كل شيء. هذا فيه بترول ياس، يعبونهم بروحهم. بس المطار شو وضعه؟ لحظة انا حيد كان وضعه مش اوكي. ريبير شوف مهبط. اوكي طيارات العودة تكسر مهبطة بسرعة، وصيانتها مو برخيصة ابدا ابدا، مو برخيصة. صديقي قادر تسكر مبيعاتك؟ لا مش قادر. اتمنى هذا يقدر، اتمنى هذا يسكر المبيعات الصراحة.
زين لو حطي عنده خدمات ثانية مثلا حمامات مثلا ولا شيء. حمامات فيه هني وفيه هني، كم حمامات بحطي؟ كم بحطي حمامات؟ خل هاي المسكرات، انا احس مكان. يا الله شوفوا الزحمة، شوفوا. فتش الشنط، فتش الشنط يا فتش، اقول فتش الشنط. زين هذا الشب، هذا فود ايتم وغيره غيره 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 الاخر خروج. زين الحين بشوف انا شو يخليني اتطور زياده. نبى نطور، نبى ان بروجرس تريل سكانر يور لوجينج مور داتا انسايد ذا سيستم اس فور يو بي تارجت هاز. اوكي انتي سبام ايميلات سوا الزحمة اللي على المطار. هذا اوريدي عندنا 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 ما يدري دير نو وات يور ثينكينج وونت باسنجرز اند امبلوي ثينكينج ثينك مور اند باي ذس مايند ريدنج سوت ويل ريل تايم. والله ما اعرف بس 5000 في الساعة وايد الصراحة، انا غصب قاعد اكسب فلوس. نيو اوبريشنال ليفل اوكي. باقي جاندرين خلنا نشوف مال الشنط شو بيسوي. بشوف يعني مش بس مش قادر اسكر، بس هذا اظني بيسكر الكونتراكت ماله للحين مش كمبليت. بس هذا يمكن صعب شوي، احس اصعب عليه من الثاني. المطعم شل بعمره صراحه، شو الناس تبى تاكل وفتح محل شو ناس. تصدقون ما شفت محل شو هذا، هل توب كافيه كوفي كافيه كافيه كوفي كافيه. لا شكرا. اذا اخذت طيارة غير بحتاج شوي شغلات زيادة. شوفوا الزحمة اللي هنا، شوفوا يبغالنا باركن زيادة. بحط باركن شكله زيادة حق الباصات. ايتم سكان ولا انفراستراكشر باس ستوب. اني بعيد احسه. ايه هنا عندي ووك ممشى عندي. خلنا نحط باس ستوب ثاني هني من غير الصوب الثاني يكون في باس ستوب. الجماعة هاي يرجعون ليش؟ عشان يكون باصة هني وباصة هني، يتوزعون شوي على الأقل. زين إذا أسوي درب دايري شو بيستوي؟ خلينا نجرب. فاستراكشر بابليك رود سيدين أوكي. وما لنا وايد عمال فشوي بيطولون، بس مش مشكلة لأني أفكر أشيل هاي الأصلا والثرين أحولهم هني أو هني اساسا مو يوقفون. يا الله الزحمه، شوف شوف كيف قام يتخبصون. والله تصدقون بياخذ هالدرب ما عنده مشاكل، اظني اتصور ما عنده مشاكل عادي ياخذ هالدرب. شو اخبار الكافيه؟ اوكي هذا ما ظني بيجيبه، هذا يمكن بشوف وضعه. بس بشوف الحين الزحمه اللي برا بتتغير ولا متغير مع هذا. ما بطول بعد في الحلقة وايد. اوكي بري شوف هذا بيروح سيدي ولا لا. رد ريوس خايس، رد ريوس. انزين خلينا نشيل هاي نعكم الصوب الثاني. اول شي لازم نحطيهم. اوكي لازم نحطيهم وين يا اخي؟ اللودنج سايت اوكي حلو. والثاني والثاني مش كارستوب اوفلود سايت، هذا هو حطيهم هنا كلوز. زين ابي اسوي كلوز حق هذا
اقول بشيل هذا بكبره، شيل هذا بكبره. حلو حلو، هاي اللي قاموا يطلعون من الزحمه اللي انا فيها، هاي اللي مسكرين الشارع اصلا هني، فهاي اللي قاعد يتصافقون الصبح. ممتاز، لا ممتاز صراحة. تشوف حركة قدام المطار، تسوي تسرع. شو المطار شو اخباره؟ روح فيه يا زبي بطل، روح فيه. يوه، خليهم يصرفون كل فلوسهم، اسحبوا فلوسهم، لا تخلوا حد عنده فلوس. قاعدين فاضيين. عم بفتح تو تشيك بوينت زيادة، بس يبالها مكان استراتيجي الصراحة. احس اروم اسوي هني دار، واسكر هذا المكان واحط تو تشيك بوينتس. لحظة، بسوي هذا الحين، بسوي هذا الحين وبنسكر الحلقة خلاص. اسمحوا لنا بس، خلاص حلقة اليوم هاي احسها تكفي. وين صار تشيكن ديسك؟ شكرا. بس واحد ما اسمه كان فيلم كله حق دار يعني، ولا لحظة واحد حطيت هذا هني. صدقون بالضبط على الدار اللي انا بهدم الدار. لحظة، بولدرز، اوكي مش هاي كلهم. مسوي دار نوعه وانه من الخصوصية حقهم يعني، لها سبب بالجدار. أقص عليهم شوي. أنا بقول إن في شيء من الخصوصية في المكان هذا، ولو إنه غير موجود يعني. أوكي. ونسوي شو؟ لا يرمون يطوفون برا عادي. لا 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 هذا اللي انا مو ابغاه. نشوف البلت وين رايح. هني ارمى اوصله دايركت، هني بوصله دايركت، هني ممكن اوصله دايركت هني وهو يوصل الشنطة بروحه. شو رايكم في الوضع؟ عندنا طيارات اهم شيء. يوم الاثنين عندنا طيارات، لا فلازم ندور كونتراكت. زين، لو ندور كونتراكت خلينا نوقف اللعبة. ايتمز يا صديقي، لا مش اندر جراوند. قلت ولا اندر جراوند على طول، ولا ما اتفاهم معه. عندك هذا، عندك هذا، عندك هذا اندر جراوند بيلت. اوكي سيدي، وين ده هذا؟ شو رايكم بيمشي الوضع ولا ما يمشي؟ صبر، كونكت باجج بي مرة على طول على هذا. كونكت باجج بي، اوكي دي اكتيفيت، وسوي بيلد كيو. هنا بيكون في وايد وساخة، بس ما بطول طابور نفس الباقين، ف بخلي قصير. زين، اخس شي في العالم هذا اللي مو داني الحين. هذا
استهبل صح، استهبل صح. خلينا نشيل الاثنين. يلا حطه صح. انت محتاجين تكن زيادة يعني اساس نرص طيارات يعني، فلا تقعد تستهبل علي. شكرا، جزاك الله خير. الحين خلنا ناخذ كونتراكتس، وعقب الكونتراكتس بسكر الحلقة خلاص. ادري كل شوي قلت لكم بسكر الحلقة وما سكرت الحين. هاي 10 ميديوم، اوكي بشيلهم. ابا ميديوم ولايت، ما بشيل كله ميديوم. 14 ميديوم ما ابا، ما ابا سمول هذا. ايوه هذا متوازن شوي زيادة اكثر عنهم. لارج ما عندي لارج انا مطار، عندي ما عندي، ما عندي مطار لارج. ما في اخوه تاني عندكم بعد؟ ميديم ما ابا، سمول. 7 ميديم 4 سمول، ان شاء الله ما اندم على الاختيار. 9 ميديم مكتوب سمول برا، 3 سمول موبا تشيب، 6 بنشله. اخ سمول 9 ميديم، شكرا على صراحتكم. 3 لايت 6 ميديم، ما حصلنا لايت، ما في لايت. شكله مشروع الميديم شغال. هذا الميديم، هذا ميديم ثاني، هذا بخلي بينهم شوي وقت. ساعة 10 ميديم، ميديم ثاني، ميديم، ميديم ثاني. نبغى سمول، كل ميديم. الله بعفوك، ميديم سمول سمول، هذا سمول. زين هذا سمول، هذا سمول بالباقي ميديم سمول. سمول كان ميديم، شليت بالغلط. سمول سمول بعد سمول. اوكي في، لا مش هذا، هذا كله ميديم الله يسامحكم. ما تم ظني غير ميديم، تصور كل الطيارات الباقية ميديم. سندي تيوسدي، يوم تيوس العالمي حسب ما يقولون عنصريين وتكرهنا. اوه شي سمول هني، شي سمول، هاي الكل هنا سمول اصلا. خلى هذا هني، انا بزيد الربح قد ما اقدر تبون صدق، فبرص الرحلات كلها، واذا حصلت عقود ثانية بعدين بسويها، بعد بسويها، ما بقصر وياها يعني. انا هسه احط شوي عشوائي المطار اللي ينزلون فيه، بس اشوف احسن شيء اساس كل المطارات تشتغل. انا هذا في مخي يمشي، اقول ابا كل المطارات يشتغلون. هذا قبل لا تنزل الثانية والاولى حطه عندك. هاي كانت كلها سمول صح؟ هي وهذه السمول، وهذا سمول في اخر مطار تحت بعد. شوفوا اخر رحلة هاي بتقوم. عندنا ميديم، ها واحد، ها اثنين، هذا واحد، هذا اثنين، وعندنا ميديوم غيره. يا كثر الرحلات صح،
يا كثر الرحلات يا كثر رحلات الميديوم. انا احس اني بتاخر عليهم صراحة في التارجت في اليوم، بحاول ما اتاخر. والله ما طالعت حتى العقود، كل عقد كم يوم، هاي غلطة بحد ذاتها. لازم اطالع كم يوم كل عقد واعرف كل عقد وين رايح، بس لاني مستعجل. اوكي شوف ما يستوي يوم الجمعة، ان شاء الله ما يخترب الكونتراكت على يوم الجمعة، يعني اتصور بيكون اوكي عادي، ما بيخترب علي شيء. في طيارات ما حطيتها في الليستة؟ لا، هاي كل الطيارات. المطار كبار وسوينا دكان وسوينا كوفي شوب، اللي هو اتمنى انه ينجح، بس شكله بينجح اظني، اتوقع، يمكن، الله اعلم. بنشوف بعدين اذا شيء فيهم بينجح من المشروع التجارية وهذا المطلوب حاليا ولا بالاحرى هذا الموجود حاليا. ونشوفكم ان شاء الله على خير في الحلقه الجايه. اتمنى تعجبكم السلسله وتدقون عليها لايك وشير وسبسكرايب وكله، يعني ما تقصرون معانا في الحلقات، وحياكم الله.